السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا متابعينا ومشاهدينا عبر قناة اليوتيوب وأيضا عبر البث المباشر في على برنامج زوم. يعني نرحب بكل أبطالنا الرائعين، الأبطال العرب طبعا كلهم أبطال على مستوى عربي ومستوى دولي وعالمي. معانا من لبنان أبطال رائعين، ومن سوريا ومن مصر ومن الأردن ومن فلسطين ومن الجزائر ومن العراق ومن دولة الإمارات الحبيبة، ومعانا من كل الدول العربية، ونرحب بكم جميعا. اليوم درسنا هام جدا، يتكلم عن بطل عالمي، أسطورة عالمية بالشطرنج، طبعا غاري كاسباروف، والكل يعلم من هو غاري كاسباروف. اليوم راح نشوف درس رائع في المناورات يعلمك غاري كاسباروف من خلال أدواره اللي التعبت في مسيرته الشطرنجية. في كل مرة يعلمك درس جديد، في كل مرة يعطيك فكر مختلف يطورك ويطور مستواك ويطور من مهاراتك. رجاء من جميع اللاعبين يستفيدوا من هذا الدرس، لأني رح نناقش أمور كثيرة، ورح أنا أسأل اللاعبين كلهم في كل مرحلة، رح أسأل لاعب عن وضع معين. فخليكم جاهزين ومستعدين، واعملوا تركيز كامل على الدرس. نتمنى لكم التوفيق. طبعا الدور اليوم ملعوب في بطولة العالم، في الماتش اللي التعب بين غاري كاسباروف ونايجل شورت. نايجل شورت كمان بطل عالمي، وكان من اللاعبين التوب في هذاك الزمان، وفي عام 1993 وصل يعني إلى ذروته، يعني ووصل لأعلى القمة، وقابل واجه غاري كاسباروف في ماتش على بطولة العالم، ولكن غاري كاسباروف انتصر طبعا بهذاك الوقت، وانتصر بشكل يعني ساحق وبشكل جميل جدا على نايجل شورت. رح نبلش بشكل مباشر نتكلم عن الجيم. E4 E5 Knight F3 Knight C6، طبعا هاي النقلات واضحة، بيدق الملك يلعبوا على الوسط، وانتشار بالحصان مع التيمبو مثل ما بتعرفوا دائما، نقلة الانتشار في مرحلة الافتتاح والاستفادة من التيمبو، التهديد مع الطلب دائما مهم جدا، دائما انك تكسب تيمبو بالانتشار، هذا شيء مهم جدا. فاهمين؟ طبعا طلع الحصان وحمى البيدق. الحين كاسباروف لعب بيشوب بي 5، ومين يعطيني شو اسم هذا اللاين او هذا البوزيشن؟ مين يعرف؟ روي لوبيز. روي لوبيز. اي 6 اي 4. طبعا للي ما يعرف بس شرح سريع وبسيط بشكل يعني سريع حتى ما نوقف عند هذا الوضع. طبعا أكلة الحصان متاحة، ولكن انك تاكل هذا البيدق راح يكون في دبل اتاك او دبل ثريد من خلال نقلة وزير دي 4، وبالتالي راح ترجع وياكلك ويخرب لك التبييض. كوين اي 2 ياكل تاكل، ويصير معاه الاسود ميزه الفيلين مثل ما انكم شايفين، ومخرب التبييض. عشان هيك الابيض ما ممكن يعني يدخل هذا اللاين، لاني ما فيه استفاده له، ما فيه استفاده، يعني غير قادر انه يكسب بيدق مجانا. بيشوب اي 4 هي النقله الاقوى على الاطلاق، يعني دائما هذا الفيل يعني دائما يهدد انه ياكل الحصان باي وقت، مش بالضروره الحين، لكن ممكن ياجل الضرب لا بعد نقلات. نايت اف 6 يهدد الجندي، طبعا هون نقله جميله وهي الاستفاده من التبييت وتامين حمايه الملك بشكل سريع، وايضا تفعيل القطع بشكل سريع في حال انك انت قررت انك تاكل هذا البيدق. يعني جندي الاي 4 قادر انا بشكل مباشر اجي بالقلعه على مربع الاي 1 واضغط على
الحصان والبيدق بشكل يعني مزدوج، يعني عشان هيك الاسود ما يقدر ياكل الجندي بشكل سريع، يلعب بيشوب اي 7. طبعا بيشوب اي 7 ينتشر بالقطع، بعد ما يلعب بيشوب اي 7 روك اي 1 يجي الابيض يلعب روك اي 1 ينتشر يحمي البيدق ويهدد، يهدد تهديد واضح وصريح. يعني في حال الاسود اخذ قرار اني يبيض قصير مباشره الحين، مين يعطيني نقله جيده للابيض؟ يلا مين يعطيني نقله جيده للابيض بهذا الوضع؟ بيشوب سي 6 هي النخلة القوية، والسبب اني بياكل وبياكل جندي، بياكل وبياكل البيدق اللي موجود امامكم في مربع. على في حال انك انت قررت تيجي تعمل دبل اتاك او دبل ثريد، بيرجع الحصان مع تهديد الوزير بيكسب تيمبو، بتشرد بالوزير انت، خلاص الحين انا اقدر العب احمي الجندي ببساطه D3 او نايت C3 او E5 واكسب الجندي انا مجانا، كسبت جندي مجانا. عشان هيك الاسود لازم ينتبه، الاسود لازم ينتبه، ما يقدر الحين يبيض، لازم يلعب نقله اجباريه. شو يلعب؟ D6 نقله بهذا الوضع، تحط حصانك على الربط او تعطيني اكلك، انتبه علي هون. لو لعبت انت دي 6 ممكن انا اكل في ضرب حصان، تاكل بالبيدق كابتن بي 5 كابتن دي 5 كابتن بلعب كابتن بلعب كابتن بي 4 بي 5 النقله الصحيحه هي كابتن بي 5 النقله الصحيحه هي بي 5 احسنتم، بي 5 نقله اجباريه، اعطيني الفيل، شرد الفيل، والحين لعب نايجل شورت، لعب نايجل شورت، تبييت 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 قصير، ويجهز انه يدخل. ايش يدخل؟ يعطيه الاسود، يعني الاسود عم يبيض ويبدو انه بده يفوت ماريشال، بده يفوت ايش؟ ماريشال صح؟ ناجي فايف. يعني الحين لو الابيض لعب سي 3 الاسود قادر انه يلعب شو؟ دي 5 ويدخل ماريشال. تعرفون هذا الافتتاح؟ مين ما يعرفه؟ كلياتكم تعرفونه صح؟ لا مش انا بعرفه. كيف؟ انا بعرفه. تعرفوه، برافو عليك ادم. طيب اللي ما يعرف الماريشال بس بشكل سريع نشرح عنه بشكل سريع هيك لحتى يكون عندكم نظره. دي 5 يضحي الاسود في جندي وياكل، بياكل بالحصان، ناكل بالقلعه نهدد الحصان في اللاين القديم، نايت على الدي 6 النايت الاف 6، وفي لاين السي 6 بيلعب دي 4 بيلعب بيشوب دي 6 اعطيني القلعه، تشرد القلعه، وبيجي الوزير الحين على مربع الاتش 4 بيهدد البيدق. طبعا في حال انك انت لعبت نقله مثل الاتش 3 راح يكون في عليك مشاكل، راح يكون في عليك مشاكل، يمكن يضحي لك وبياكل بالوزير، ومشكله كبيره. وين تروح؟ مشكله كبيره انه وين تروح؟ كيف تحمي نفسك؟ كيف تحمي الكشمات؟ ترى صار عليك مشكله كبيره هيك، الوضع هيك يمكن تخسر بسهوله، يمكن الابيض يخسر هيك بسهوله، لان كيف بده يدافع عن الكشمات
الأسود بده كش بالفيل، كش بالفيل، الوزير بالكشف، وكش وكش مات من مربع الاف 2. كش مات من مربع الاف 2، يعني لو طلعت حميد قررت انك تحمي بالوزير هيك بهاي الطريقة. ايضا عندي بشكل بسيط اعمل لك تشيك وتشيك مات بالوزير، مشكلة كبيرة. يعني خلي بالك الافتتاح هذا المارشال، هجوم مارشال هجوم خطير مو بسهل. حتى اذا لعبت انت جي 3 سكرت، حتى اذا لعبت جي 3 وسكرت على الفيل، راح يجي الوزير على مربع الاتش 3 وبالتالي ايضا راح يحاول يهددك بالمستقبل من خلال نقله، من خلال نقله بيشوب جي 4 ويحط الفيل في مربع، في مربع وين؟ في مربع الاي 3 ويسوي هجوم على المربعات البيضاء. طبعا في دفاع ولكن يعني بدك تكون حذر، بدك تكون حذر ودارس هذا الافتتاح. كلام مفهوم للجميع؟ نعم. تمام. طيب نرجع للألف. طبعا غاري كاسباروف لا بده يعطيه يدخل بالمارشال ولا بده يخليه يحلم فيه حلم هذا الشكل. غاري كاسباروف بشكل مباشر بهذا الوضع لعب الانتي مارشال، لعب الانتي مارشال، لعب اي 4، لعب نقلة جميلة، لعب الاي 4. يعني مثل ما انتم شايفين الحين قال لي اعطيني بيدق ضرب بيدق، بدي اكل جنديك بالجندي واكل قلعتك. لازم تقرر شو بدك تسوي، لازم تقرر شو بدك تعمل بهذا الوضع. طبعا الاسود اختار انه يلعب نقلة البي 4 على اساس مانع الحصان انه ينتشر للوسط، مانع الحصان انه ينتشر للوسط. وبالمستقبل ايضا رح يجي الحصان يهدد الفيل من خلال نقلة نايت اي 5 او نقلة نايت دي 4. بالمستقبل رح يلعب هيك. الحين اريد من جميع اللاعبين تركيز، وايضا اريد من جميع اللاعبين الابطال اني اشاركهم هذا الوضع، اشاركهم هذا الوضع، اشاركهم الافكار، نتشارك بالافكار بهاي المرحله. راح اشوف مين معانا موجود. والسؤال الاول، السؤال الاول لازم يكون لمين؟ السؤال الاول لمين؟ السؤال الاول اوكي، السؤال الاول لنور السوم. نور السوم سامعتيني؟ ايه تمام. لو معاك الحين انت بهذا الوضع ابيض، شو النقلات اللي تقترحيها؟ شو الفكره اللي ممكن تسويها بهذا الوضع الحين؟ شو تلعبي، شو تلعبي بهذا الوضع؟ ممكن دي 3 لافتح على الفيل. برافو، ممتاز، فيري جود، احسنتي. ممكن طبعا، من الممكن ومن الاكيد طبعا. غاري كاسباروف ايضا لعب دي 3 ولعب بشكل جميل، فتح على هذا الفيل وفتح امكانيه كمان ايضا للحصان يشتغل، وبالتالي ايضا حمل بيادق مع بعض ومانع الحصان، مانع الحصان انه ينتشر، لاني باكل لك الجندي مجانا، باكل لك الجندي مجانا، خلي بالك. اذا دي 3 لازم الاسود يلعب نقلات، سكر الصوت، الكل يسكر الصوت. دي 3 الاسود يلعب هون نقله بسيطه لوجيك موف، يلعب دي 6 ويحمي البيدق، والتهديد واضح، التهديد واضح، بده يلعب نايت اي 5 بالمستقبل. لكن غاري كاسباروف لعب نقله رائعه بهذا الوضع، لعب نقله رائعه بهذا الوضع. مين يعطيني، مين يعطيني؟ راح اسال سؤال لمحمود بديع. محمود بديع، السؤال لمحمود. شو هو السؤال؟ فيك ترجع تعيده؟ السؤال بشكل واضح، الحين كاسباروف اختار انه يلعب نقله قويه جدا، ومطلوب منك انك تكتشف هاي النقله يا محمود بديع من خلال
طريقه تفكيرك على رقعه الشطرنج. اعطينا لو معاك ابيض الحين انت شو تلعب شو تسوي؟ يلا يا ابطال. محمود بديع. ممكن العب سي 3. ممكن العب سي 3. زين. طيب السؤال ايضا راح اوجهه انا لامين محمد. امين محمد تسمعني؟ ايه. زين يا امين محمد شو تلعب بهذا الوضع لو كان معاك ابيض؟ اي 5 او بيشوب دي 2. يا سلام عليك. اي 5 اكيد. احسنت احسنت. اي 5 طبعا العب. اي 5 غالي كاسباروف لعب اي 5 ايضا. غالي كاسباروف لعب اي 5 ومنع الحصان نهائيا من الحركه وطرد الفيل. منع الحصان من الحركه وطرد الفيل. وايضا بالمستقبل ممكن استفيد واطور الفيل من خلال الربط او من خلال نقله بيشوب اي 4 او من خلال نقله بيشوب دي 5 وبالتالي هذا الحصان اصبح ضعيف وبالتالي المربعات البيضاء اصبحت خطيره ضعيفه. طيب لعب غاري كاسباروف اي 5 طلع بشكل مباشر طلع يتخلص بالفيل يتخلص من هذا الفيل القوي جدا. طلع الابيض الاسود بيشوب اي 6 ليتخلص من هذا الفيل القوي جدا ولكن غاري كاسباروف ما هم الموضوع لعب نقل اللوجيك. يلا لاشوف السؤال الحين. بدي وجهه لمين؟ لمين السؤال؟ طيب السؤال بدي وجهه لآدم. آدم سعد الدين. يلا يا آدم شو تلعب بهذا الوضع؟ بلعب بيشوب اي 3. بيشوب اي 3 يا آدم. يا آدم بيشوب اي 3 شو فكرتك من بيشوب اي 3 يا آدم؟ بدي العب نايت اي 2 نايت سي 4. طيب شو دخل بيشوب اي 3 بالموضوع؟ كرمال ما يسكر على كرمال ما يسكر على الفيل. برافو برافو عليك. حلوه نقلتك يا آدم. بس لكن يا آدم يعني انا لما بدي العب بشوب اي 3 ممكن ببساطه الاسود يا ادم يلعب لي نايت جي 4 يهدد لي فيلي بده ياكل لي الفيل بعدين يعني بدي اضطر اني ارجع مره ثانيه عشان هيك هاي النقله نايت اي 2. طيب نايت اي 2 نايت دي 2 صحيح. برافو عليك. نقلة غاري كاسباروف كانت نايت دي 2 ينتشر بالحصان. احسنت. ينتشر لاني هذا الفيل الحين اللي موجود بالسي 1 ما له دور يعني مش الحين دوره باللعب يعني مهامه الحين لو اشتغل لو انتشر الحين ما في مكان قوي ينتشر عليه فلعب نايت دي 2 انتشر بالحصان ويحاول يطور القطع. الاسود لعب نقله منطقيه لوجيك موف لعب روك على مربع البي 8 يحاول ينشط القلعه يحاول يشغل القلعه ويروح يشيل القلعه عن الوتر الابيض وعن نقطه الضعف. لكن غاري كاسباروف يعني فنان. غاري كاسباروف يعني غاري كاسباروف اسطوره ما يترك ولا نقله. الحين غاري كاسباروف فكر ولا اني نقله جميله لازم يلعبها بهذا الوضع. لعب نقله فعلا جميله. اعطوني نقله يا شباب. الحين السؤال موجه للجميع. يمكن السؤال شوي صعب لكن السؤال موجه لجميع اللاعبين اللي مين يجيب نقله غاري كاسباروف بهذا الوضع. يلا يا ابطال يا حلوين. سي 3. سي 3 نقله له هاي نقله ما يعني صعبه جدا. سي 3 ما بياكلك يعني. نايت سي 4. نايت سي 4 يعني نقلة اوكي منطقية بس لكن مو بهي النقلة القوية. لا انا امبارحة بالدرس البارحة علمتكم
كيف يفكروا اللاعبين الكبار الجراند ماستريه الابطال ابطال العالم كيف يفكروا امبارحه وراويتكم كيف ماغنس كارلسون كيف يفكر C4 كيف C4 very bad very bad move C4 نقله C4 very bad move احط البيدق تبعي بالسي 4 اسكر على هذا الفيل يصير سي 5 شو بدنا نلعب جي 5 حلوه الفكره حلوه برافو بس لكن بياكل فيلك بياكل فيلك نايت اف 1 مين قال نايت اف 1 أنا كابتن من أنتم؟ أحمد جمال أحمد جمال نايت اف 1 يعني ممكن ياكل يخرب لك الجنود ويقول لك باي باي بعدين بيشوب اي 4 بيشوب اي 4 نقلة حلوة جميلة براو كمان حلوة لا لكن كابتن بيشوب سي 4 بيشوب سي 4 مين قال بيشوب سي 4 محمود برافو عليك يا محمود كاسباروف يفكر بطريقه ان يكسب تيمبو طلعوا على هالنقله ما احلاها بيشوب سي 4 اعطيني البيدق الضعيف اعطيني البيدق الضعيف يا حبيبي بيشوب سي 4 اقوى نقله في هذا الوضع فعلا برافو عليك يا بديع محمود بديع ممتاز كيف بده يحمي الاسود اونلي موف افضل شيء ان يلعب كوين على مربع السي 8 حمل فيل وحمل بيدق لكن الحين كاسباروف تابع مسيرته شو لعب قال كاسباروف بهذا الوضع شو لعب قال كاسباروف بهذا الوضع لعب نوجك موف مين يقول مين يشارك نايت جي 5 نايت جي 5 يا ابني حكينا نايت جي 5 بياكل فيلك وبعدين بيطردك الحصان ما تستفيد وش بي 3 روك اي 3 مين قال روك اي 3 انا ات ادم بي 3 مش روك اي 3 بي 3 برافو عليك بي 3 نقله حلوه والله برافو فيري جود جميل البي ايضا يحاول ينشط الفيل وينشط الفيل الاسود لكن لا كاسباروف لعب نقلة جميلة بهذا الوضع لوجيك موف نايت اف 1 نايت بي 3 نايت اف 1 لعب نايت اف 1 بده يجي بالحصان على الاي 3 على الدي 5 او يجي على الجي 3 على الاف 5 ما له خايف يعني لو اكلت انت بيدق في ظرف فيل انتبه علي حتى وان اكلت في ظرف فيل بياكل بالبيدق والحين بالتالي هذا البيدق ما عاد يقدر يتطور ابدا وهذا الفيل ما عاد يقدر يكون قوي ابدا وبالتالي حصاني بده يجي على الاي 3 وعلى الدي 5 بكل بساطه ويستغل المربعات بشكل قوي جدا ايضا هذا البيدق انت ما فيك تهدده ولا بمكان وحتى وان هددته قادر اني انا احميه من خلال نقله البي 3 اذا ما تقدر تاكل لي فيلي نايت اف 1 ما تقدر تاكل لي فيلي لعب الاسود لوجيك موف نقله لوجيك روك اي 8 جاب قلعته بده يحاول ينشط القطع بده يحاول يرجع بالفيل ويشغل فيله يحاول يلعب بشوب اف 8 جي 6 بشوب جي 7 يحاول يلاقي مكان للفيل يشتغل عليه جو كاسباروف لعب هون بهذا الوضع شو تقولون لعب كاسباروف بهذا الوضع يلا يا ابطال شو بتلعب بالابيض يلا يا حلوين سؤال بيشوب اي 2 شو بيشوب اي 2 بيشوب اي 2 ما في بيشوب دي 2 شو تريد يا ابني من بيشوب دي 2 بدي العب روك اي 4 طيب حلو برافو بس محمي البيدق نايت اي 3 نايت اي 3 مين قال نايت اي 3 برافو محمود
محمود very good محمود نايت اي 3 طبعا نايت اي 3 ينتشر بالحصان ينتشر بالحصان ينشط القطع نحن تكلمنا انه لا تضيع الافكار خليك دائما عم تلعب على فكره واضحه لا تضيع الافكار يا ابني لا تضيع الافكار لا تضيع الافكار دائما ابحث عن افكار واضحه مفهوم زين لحظة بس لو سمحتوا شو بدي أسوي لحتى يرجعوا أيوة تمام تمام يا أبطال يا حلوين إذا 93 نشط الحصان كاسباروف والحين لعب لعب الأسود نقلة يعني تعتبر مشكوك بأمرها لعب نايت على مربع الدي 4 وطبعا جاري كاسباروف استغل هاي الفرصه فورا بشكل مباشر استغل هاي الفرصه واكل هذا الحصان اكل نايت دي 4 اكل في البيدق والحين شو تلعبون بالابيض نايت دي 5 ايوه صحيح قويه طبعا طبعا أكل بالحصان لحتى يحافظ على ميزة الفيلين لحتى يحافظ على ميزة الفيلين أكل بالحصان بشو نأكل يا أبطال؟ بالجندي طبعاً بالجندي ليش بالجندي؟ حتى نكسب تيمبو حتى نفتح نكسب تيمبو والحين هذا الفيل رجع الفيل على الدي 7 يا سلام على جاري كاسباروف لو حاولت أنا أقيم هذا الوضع الحين لو حبيت اني اقيم هذا الوضع الحين اريد منكم كلياتكم كل واحد فيكم يفكر دقيقه واحده وبعدين راح اسال كل واحد سؤال كل واحد فيكم يفكر دقيقه واحده في هذا الوضع بشكل كامل بشكل كامل اوكي مفهوم يلا السؤال بعد دقيقة واحدة راح أبلش بمين؟ معانا محمود ومعانا قاسم أحمد وآدم سعد الدين أحمد في واحد اسمه أحمد موجود معانا أحمد إيش أنت يا ابني؟ يا أحمد تسمعني؟ ما يتكلم أحمد في واحد اسمه أحمد وما يتكلم طيب السؤال كابتن أحمد السؤال لا أمين محمد معانا أمين إيه السؤال لك شو قرارك بهذا الوضع شو تقييمك من أفضل الأبيض أعطيني سبب واحد يكفي سبب واحد يكفي المساحة المساحة شكراً يا أمين السؤال لا سعود المازمي من أفضل؟ الأبيض أعطيني سبب واضح منتشر هذا منتشر أكثر وضعيته أحسن عنده مساحة أكثر شكراً لك يا سعود السؤال لخالد جمال من أفضل؟ نعم مستر الأبيض سبب يقدر ينتشر بسرعة ومساحة شكرا شريف البدوي شريف البدوي أبيض. شو السبب مساحة وبيقدر ينتشر بسرعة شكرا نور بوزيشن أحسن يا نور
اسمعينا نور. مين الأفضل؟ شو السبب؟ حسيت ما في كتير فرق. ما في كتير فرق. حلو. شكرا. إني أنا أجاوب. أرسين. كنان. الأبيض. سبب. لأنه الركبي بيجي على الإي فور بعدين ما بيقدر يعمل شيء فايف. لأني إيش؟ لأنه بيجيب الرخ على الـ E4 وما ما بيقدر يعمل C5. أيوة حلو، برافو، أحسن، جميل جميل هاي الفكرة، بس لكن بيلعب لك بيشوب F6، بيلعب بيشوب F6 بيحمي البيدق، بس برافو عليك، يعني تحليل منطقي شوي. مين بعد معانا؟ توفيق أيوب. نعم كابتن. مين هون الأفضل وشو السبب؟ هون مين أفضل وشو السبب؟ أوكي هون الأفضل، يعني صار لك ساعة أنت مالك معانا. أسود. مين أفضل؟ أسود. الأسود حلو، شو السبب؟ كل قطعة شغالة والفيلة أخدم أوتار قوية. إنزين نشكرك يا توفيق. فيني أنا أجاوب؟ صح صح شوي. أوكي مين قال فيني أنا أجاوب؟ مين قال إنه فيني أنا أجاوب؟ قاسم العبد. تفضل قاسم. الأبيض. سبب. شوف الفرق بين وزير الأبيض والأسود. الوزير ما في، الوزير الأسود ما في يتحرك إلا على مربعين، والأبيض في يتحرك على أكثر من مربع. طيب مين بعد مين بعد ما شارك؟ محمود بديع. شو كابتن بطلعنا كوتش؟ انا ما بعد ما شاركت. اللي ما شارك ادم شو تقول؟ الابيض. السبب؟ انه مفتوح الاوبن فايل واخذه الابيض، هو الاسود عنده فيل بالوش. طيب كابتن بطلع. كابتن صار دوري. مين بعد؟ مين دور مين؟ انا محمود. محمود غبديع تفضل. أنا بحكم وضع متساوي، لأن أول شيء الفيل الأبيض اللي على السي فور ما شغال. نعم. والفيل اللي تعول الأسود أحسن. حلو. والروك يعني بيطلع في الوزير بيوصلهم بعض، أما الفيل الأبيض إذا اللي على السي ون إذا طلع بصير عائق على الأسود، على الأبيض قصدي. فبحس نعم. وضع متساوي. طيب. بدي أشكركم كلكم على هذا الحوار وهذا النقاش. طبعاً اللي ما يحلل بينه وبين نفسه، ما يسأل وما يكون فيه عنده نقاش على الرقعة، ما يتعلم وما يصير لاعب شطرنج ولا يصير بطل بحياته بعمره، يعني ما يصير بطل. ليش؟ لازم تتعلم كيف تفكر، لازم تتعلم كيف تستفيد من تقييم الوضع، كيف تحلل الوضع. وبالتالي أنا سابقاً تحدثت معاكم من خلال الدروس القديمة، اللي ما كان معانا موجود بإمكانه يراجع الدروس القديمة، بإمكانه يراجع الدروس من خلال الفيديو الموجود على اليوتيوب. إذا كان أنت ما تعرف شو هي العوامل الأساسية اللي بدك تقيم فيها الوضع أو نسيتها، أذكرك فيها الحين. أول شيء أفكر فيه أطلع على المادة، القيمة المادية على الرقعة. القيمة المادية على الرقعة الأبيض معاه فيلين وقلعتين وزير، مقابل فيلين وقلعتين وزير. كم بيدق الأسود عنده؟ 3 4 5 6 7 8
مقابل 3 4 5 6 7 8. القيمة المادية شو؟ متساوية صح؟ نعم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بعد القيمة المادية وين أروح؟ أدور على وضع القطع، وضع القطع، وضع الجنود، البون ستركشر. أشوف البون ستركشر الحين، أقيم البون ستركشر. الأبيض عنده جزيرة، جزيرتين. الأسود كم جزيرة عنده؟ واحد. هذا بيدق معزول، بيدق معزول وضعيف وغير محمي. واحد، اثنين، ثلاثة، وهدول جزيرة. أربعة. شايفين كم جزيرة؟ أربعة. أربعة. كم نقطة ضعف عنده الأسود؟ نقطة. انتبه، نقطة، نقطتين، ثلاثة، عفوا. باي. شو استوى؟ ايوه هذا الوضع. إذن نقطة ضعف، نقطتين، ثلاثة. بعد ما أكل ورجع الفيل على الدي 7، انزين كم نقطة ضعف قلنا؟ ثلاث نقاط ضعف. بينما الأبيض كم نقطة ضعف عنده؟ كم نقطة ضعف عنده الأبيض؟ البون على الاي 5. كيف؟ البون على الاي 5، اللي على الاي 5 واللي على الدي 5. نعم، يعني نقطتين ضعف. بس هاي مش نقطة ضعف، لأني ما محمية. أساساً أول شيء محمية بالقلعة، وثاني شيء ما تقدر أساساً تهددها ولا بطريقة. رقم اثنين، وزيرك هذا رح يظل طول الوقت حامي بيدق، حامي بيدق غصب عنه. يعني أنا الحين أقدر أنتشر بالفيل وأنتشر، أطور القطع وأنتشر بالوزير، أهجم وأنت مشغول مكبل، قطعك مكبلة، إما بحماية هذا البيدق، إما بحماية هذا البيدق، إما أني إيش أطلع كمان أيضاً وأضغط لك على باقي الجنود. عشان هيك مبدئياً بشكل منطقي الأبيض أفضل، الأبيض أفضل بشكل منطقي. أنت صحيح معك فيلين أخذين أوتار، لكن هدول الأوتار اللي أخذينهم فيلين وين يروحون؟ شو هاي الأوتار اللي أخذينها الفيلين؟ يعني هذا الوتر وين بيودي؟ هذا الوتر وين بيودي؟ يا أبني حاول تفهم شو هي الأوتار. الأوتار القوية لما تكون أوتار تضرب على الملك، تهجم على الملك، لكن هدول الفيلين فين أخذين أوتار؟ على الهواء، يعني موجهين على السماء، مش موجهين على نقطة، نقطة ضعف. بينما هذا الفيل وين موجه؟ على نقطة ضعف. إذن هذا الفيل اللي أنت شايفه، هذا الفيل اللي أنت شايفه مغلق عليه، مسكر عليه صحيح، لكن قوي لأني ضاغط على نقطة ضعف. بينما فيلينك مو ضاغطين على شيء. بس كوتش هلا الأسود فينا بيشوب بي 5. بيشوب بي 5. أوكي، يبقى معناها كلامي واضح. ليش؟ معناها أنت بدك ترقد على حتى تقاطع الفيل، أنت بدك ترقد، أنت بالأسود بدك تحاول تتخلص من فيلي. إذن أنا فيلي قوي وفيلك ضعيف، بدك تحاول أنت تتخلص من فيلي القوي. إذن أنا أقوى منك الحين، مفهوم؟ إذن أنا أقوى منك الحين، عشان هيك بدك غصب عنك أن أنت تتخلص من فيلي، بدك تتخلص من فيلي يا آدم. إذن بعد نايت دي 2 ولعب الأسود روك بي 8، لعب بشوب سي 4، كوين سي 8، يضغط له على الضعف، نايت اف 1 جاب القلعة، نايت اي 3 لعب نايت دي 4 أكل، أكل بالبيدق، والحين لعب نايت دي 5 أكل بالحصان، أكل بالجندي، شرد بالفيل، و
عفوا هاي نقلة البيشوب دي 7 ما التعبت البيشوب اي 6 هاي بالغلط ضيعنا الجيم لكن بدنا نعمل نو سيف ونرجع للجيم من خلال هذا الوضع بنرجع لوين عند بيشوب دي 7 رجع الفيل على الدي 7 موجوده شايفين الشاشه بشكل جيد شايفين يا ابني؟ نعم استاذ. اي كابتن. رجع بيشوب دي 7 لعب الاسود، لعب الابيض نقله حلوه كثير. مين بيعطيني الابيض شو لعب؟ مين يعطيني الابيض شو لعب؟ ما عندنا وقت، يلا يا ابطال. بيشوب دي 2؟ برافو، مين قال بيشوب دي 2؟ ارسين كنيان. برافو ارسين نقله انتشاريه نقله لوجيك موف ما يضيع وقت بيشوب دي 2 كاسباروف يضغط على الضعف دائما يخلي قلعتك هني مربوطه القلعه يعني مكبله بحمايه هذا البيدق وايضا الوزير مكبل بحمايه هذا البيدق يا سلام اجباري الحين الاسود يحاول يتخلص من هاي المشاكل لعب بيشوب بي 5 لا لعب بيشوب اف 6 اول شيء لعب بيشوب اف 6 يحاول ياخذ العمود وبنفس الوقت يحمي الجنود ماله طبعا كاسباروف اكل قلعه ضرب قلعه اكل بالفيل ليش اكل بالفيل؟ لاني ما يقدر ياكل بالوزير اذا اكل بالوزير برافو اجباري اكل بالفيل والحين يا سلام على كاسباروف يا سلام على هذا الشطرنج الحضاري الحديث يا سلام على الافكار السهله السمبل شو لعب قال كاسباروف في هذا الوضع مين يقول ويني وان مين قال ويني وان حلوه احسنت رائعه جدا ويني وان برافو عليك شاطر بطل لكن ويني وان اقول لك ليش ما لعب ويني وان بس بدي اقول لك عشان لاني لو لعبت ويني وان انت صح تضغط على الجندي برافو عليك احسن لكن يعني مو معقول انت تضلك ايش حاطط وزيرك وفيلك يضغطوا على الجندي وهو يقدر يحمي الجندي ويطور وزيره يقدر يحمي الجندي ويطور الوزير لا هو ما يضيع وقت كاسباروف ما يضيع وقت قال لك لا كوين اف 3 كوين اف 3 برافو كوين اف 3 حلوه لكن لعب كوين اي 2 بده ياخذ العمود بده ياخذ العمود يا محمود بده ياخذ العمود بالوزير ويمكن يجيب القلعه بعدين ما اعرف خلينا نشوف كوين اي 2 نقله منطقيه اجباري ما عندك حركه غير انك تخلص من هذا الفيل شو بده يلعب بيشوب بي 5 بيشوب بي 5 قال لي خلصت من هذا الفيل هلكتني وهلكت عافيتي شو لعب الابيض كاسباروف فورا بيشوب بي 3 بيشوب بي 3 شو يسوي فيه لك هون يا ابني لو حطيت فيه لك هون شو يسوي فيه لك يصير فيه لك سيء لا يا ابني لعب كاسباروف نقلة قوية شو كوين اي 4 كوين اي 4 شو تريد من كوين اي 4 لا لعب نقلة لوجيك موف اعطوني نقلات لوجيك موف كوتش بي 3 بي 3 ما يحتاج في لك محمي روكي 1 على فكرة انتبه علي نقلة البي 3 انتبه علي هاي نيو فارييشن نقلة البي 3 تبعك يا ارسين بياكلك شو بدك تاكل؟ شو بدك تاكل؟ اذا اكلت بالدي شايف شو يصير عليه؟ ديسكفري اتاك يلعب دي 3 وياكل اما وزيرك او قلعتك ولو اكلت بالبيدقات شكرا لك خلصنا شكرا لك يلعب بي 3 ويا سلام يا سلام على الاسود الحين صار قوي جدا واعطيني جنودك
ويوم تاكل اكل بالقلعه شوف قلعتي صارت اقوى من قلعتك. الحين مين الافضل؟ مين الافضل الحين؟ الاسود. طبعا الاسود. يا سلام عليك، خلي بالك خلي بالك خلي بالك من زوزو، خلي بالك. اذا بيشوب بي 5 والابيض لعب نقل لوجيك موف، كاسباروف لعب نقل لوجيك موف سهل الممتنع. لا قبل شوي قال واحد لا ما اكل بيشوب بي 5. انتبه 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 علي. ليش ما اكل؟ ليش ما اكل بيشوب بي 5؟ لاني ياكلني بالقلعه ينشط قلعته ويصير هو يضغط على جنودي يخسر لي الجيم. لو اكلت فيري فيري باد، بياكل بالقلعه شوف قلعته صار تضغط على جنودي. الحين مين افضل؟ مين افضل؟ هم بيلعب بروك اي 1. الحين يلعب بروك اي 1. الحين احسنتم، يلعب بروك اي 1. ياخذ العمود، ياخذ العمود. ايش بدك تسوي؟ ايش بدك تسوي؟ اكل بيشوب سي 4، الحين اكلت بالجندي، الحين ما فيك تجي لهون تطلب لي الجنود. ايوه وحميت الجندي بالجندي. شو تلعب الحين؟ شو تلعب الحين؟ لعب اتش 6 يحاول ينتشر، يحاول ينتشر اتش 6 ولكن كاسباروف فورا لعب نقل ذكي بي 3. احسنتم، بي 3 حمل بيادق في بعضها واخذ العمود ولعب بشكل سهل بهذا الجيم. لعب سي 5 جباري يلعب يحاول ينشط قطعه ويحاول يعمل اي شيء. لعب سي 5 ولكن كاسباروف هم ما انتبه. بعد ما لعب سي 5 يحاول يجيب قلعته على العلم ويحاول يقطع. كاسباروف ما اكل، ما اكل بالتجاوز. كاسباروف لعب نقله ذكيه. شو يلعب؟ بيشوب اف 4. برافو ممتاز بيشوب اف 4. اعطيني البيدق فورا فورا، اعطيني البيدق اجباري. شو تلعب؟ كوين دي 7. والحين الحين لعب كاسباروف لعب يعني نقلات وقائيه، لعب اتش 3 فتح فتح لملكه وبنفس الوقت العمود موجود له، ما يقدر حد ياخذ العمود منه. شو عنده لعب؟ ما عنده يتحرك، ما عنده شيء يسويه. لعب روك دي 8 يحمي الجندي ويحاول ينشط الوزير. بعدين لعب كوين اي 4 يحاول يجيب وزيره على اللعب ويحاول يضغط ولعب اتش 5. الحين كاسباروف، كاسباروف هذا يا حبيبي لعب روك اي 2. شوف عم بلعب كل النقلات يعني وقائيه، عم بلعب نقلات يعني ما عندك شيء. قل له انت ما عندك شيء راويني شو بتلعب. لعب جي 6 حمى حاله، حمى حاله. والحين لعب كوين اف 3 اخذ العمود الوزير. كان بيقدر الاسود يلعب كوين سي 7 عشان يهدد الاي 5. متى؟ باي وقت؟ بدل جي 6 هلا كوين سي 7. كوين سي 7 يعني انت لو لعبت كوين سي 7 مثلا على سبيل المثال راح العب لك انا نقله جميله جدا الا وهي كوين اف 5. اعطيني البيدق تبعك. اعطيني البيدق تبعك، ما في تحميل. شغله ثانيه، حتى وان اكلت هذا الجندي، حتى وان اكلت هذا الجندي انا قادر اكل لك هذا الجندي الاقوى منه. ما تقدر تاكل لاني في عليك ايش مات من الباك رانك، فاهم؟ إذن بعد ما لعب، بعد ما لعب جي 6 حمل جنود يمكن بعد شوي يحاول يروح، لكن لعب وزير اف 3 قال له ممنوع تغادر، بس تغادر يصير في عليك ضرب تكتيكي وفيلك معلق. سحب سحب الفيل على الجي 7، لعب نقله جميله جدا روك اي 4 حلوه، يحاول انه ياخذ العمود من خلال كوين اي 2 ويبدل المهام، يخلي قلعته بالامام ووزيره بالخلف. اجباري انت ما فيك تغادر او حتى تقاطع الوزير. لو قاطعتني بالقلعه باكلك وباكل الجندي الضعيف باكورد. عندك جندي معزول باكورد سيء، بدك تخسر عليه الجيم من وراء هذا الشيء. لعب كاسباروف بيشوب، لعب بيشوب اف 8 نايجل شورت يحمي الجنود. والحين كوين اي 2. يا سلام على هالافكار الجميله،
يا سلام، جاب وزيرة وقلعته الحين، قلعته من الأمام وزيرة من الخلف، بده يهجم. شو بده يعمل هذاك؟ راح بالوزير بده ياكل الجنود، صحيح. شوف شو صار فيه بعد صاحبك، شوف صاحبك شو صار فيه بعد ما اكل الجنود. روكي 8 لا، قال له اعطيني قلعتك اول شيء، اعطيني قلعتك يا حبيبي، وين تروح؟ شال القلعه اجباري. الحين لعب له جي 4، اعطيني اهجم على ملكك. هذا كاسباروف يا حبيبي، هذا الكرياتيف، هذا اللاعب الخلاق، لعب له جي 4 بطريقه جميله جدا، يريد يضرب يفتح العمود. جباري تاكل، لكن كاسباروف ما ياكل. كاسباروف لعب نقلات رائعه جدا، وكان عنده ياكل ايضا، لكن لعب له بيشوف 6 نقله مش قويه جدا، مش دقيقه جدا، لكن يعني قال له ما فيك تتحرك بالفيل، انزل بالقلعه اسوي عليك هجوم او اعمل لك تشيك، ما فيك تعمل اي شيء، حتى لو ان اكلت يمكن اجيك بالقلعه على مربع الاتش 8. يعني صراحه مغامره. الحين كاسباروف يلعب بطريقه فيها نوع من المغامره. كان يمكن الافضل ان ياكل الجندي، ياكل الجندي وبعدين يحاول ياخذ العمود ويضغط على مربع الاف 6، لكن اكل، لعب بشوف اف 6، والحين اكل بيدق ثاني، والحين اجى بالوزير. شوفوا النقله جميله، ليش نقله جميله؟ يهدد البيدق ودائما ضارب القلعه، حلو كثير. والحين شال قلعته، شال قلعته، يبى يهرب، يبى يشرد. لعب نقلات جميله، اكل بده كشمات، اعطيني كشمات من مربع الاي الاتش 8 اجباري اونلي موف. والحين انتبهوا علي، انتبهوا علي. الحين لعب اكل، اكل في البيدق بالملك، شو يلعب الحين؟ نخلي لوجيك موف بسرعه. اوكي، ما في وقت. شو يلعب؟ اتش 4، روك اتش 4، احسنتم. روك اتش 4 اجباري، اجباري شال القلعه، اجباري شال القلعه، وين يروح؟ لاني ما عنده مكان. كش الحين شرد الملك، والحين الحين بهذا الوضع امامكم في عنده نقلات كثيره، لكن شوفوا هاي، شوفوا هذا الوزير، هذا الوزير رابط كل شيء، ما يحتاج قاطع. ليش تقاطع يا ابني؟ اذا قاطعت ما عندك شيء تكسبه. قلعتي اقوى من قلعتك، قلعتي اقوى من قلعتك، وكل قطعي اقوى من قطعك. والحين لو نحن بس مجرد اني تفتح هذا الوضع او تقيم هذا الوضع مثل ما انتم شايفين، يعني لو اعطيته للكمبيوتر هذا الشكل، قلت له مين افضل، اعطيني، اعطيني تحليلك للكمبيوتر، راح اراويكم، بس راح اراويكم هذا الوضع. يعني هذا الوضع تحليل الكمبيوتر يقول لك ان الوضع صفار صفار، ما في شيء، لكن تفرج رهبه، يعني تفرج الخوف اللي موجود عند اللاعبين لما يلعبون مع كاسباروف، تفرج الخوف. يعني هذا الوضع لعب جاري كاسباروف، لعب كوين جي 4، مش هي احسن نقله، لكن يمكن كان يلعب كينج اف 1 يحاول يطور الملك، يمكن كان يلعب كينج اف 1 نقله جميله، كينج اف 1 يقدر يلعب، او كينج جي 2 ايضا، يخلي الوضع على ما هو عليه، خلي الوضع على ما هو عليه، غير قادر الاسود انه يتحرك، مطلوب من الاسود انه يلاقي نقلات. لكن شو رايكم يكسر؟ ليش ما يكسر؟ لو لعب كينج اف 1 ليش ما يكسر؟ نيو فاريشن، احنا في كوين ات 6 ما يكسر القلعه، شو السبب؟ في كوين ات 6. برافو عليك، في انا ابيض قلعته احسن، نقله سهله، كوين ات 6 نقله سهله. اذا هذا الوضع في عام 1993، يعني ما كان في كمبيوترات، يعني عند كل الناس تجتهد وتشتغل، كان لسه الامور يعني محصوره بالعمل في المنزل. ومثل ما انكم شايفين الابيض اخذ حصل تفوق وقدر انه يناور ويكسب هذا الجيم، لاني لعب افكار جميله على الرخاء. لعب الحين كوين جي 4، يحاول انه يضل ضاغط عليه، يحاول يضل ضاغط عليه، وشرد الملك على مربع الاي 8. وبالتالي في هذا الوضع، في هذا الوضع تصوروا
ان الوضع بهاي المرحله تعب جدا، تعب جدا. رجع الوضع للخلف ليش؟ ايوه بهذا الوضع تعب جدا. نايجل شورت، وطبعا حاطين بهذا الجيم تحليلات، موجود تحليلات بإني الأبيض طبعا تفوق في هذا الجيم وكسب هذا الجيم، حاطين تحليلات بعد كين اي 8 كوين اي 6 نقلة يعني رائعة كمان أيضا ملعوبة. فرجوا على التضحية بالوزير عشان إيش؟ عشان يأكل بالقلعة، عشان يأكل بالقلعة وتصير قلعته على الصف السابع ويصير الوضع إيش يعني خطير جدا مثل ما كم شايفين. في نقلات تكتيكية كتير، يعني هاي أحد النقلات على كينج اي 8 كوين اي 6. طبعا في نقلة الدي 3 ياكل أيضا، حاطين تحليلات كينج دي 7 بهذا الوضع، كينج يطلع كينج دي 7 ياكل يجيب القلعة ويشرد بالقلعة ويدز وياكل. والحين أيضا الحين بيصير الأسود أفضل، حاطين هون تحليل إنه بيصير الأسود أفضل بهذا الوضع. أيضا روك اف 3 بياكل بيجيب القلعة وأيضا الأسود بيصير أفضل. يعني الوضع مو سهل، الوضع الوحيد بهذا الشكل كيش وبيلعب هذا البيدق لهون الأمام بيدز بيجيب القلعة وبيدز الجندي أيضا مرة ثانية يضحي وبياكل، وهذا الوضع يصير 3-3. لكن هذا الملك ضعيف، الملك تبعك ضعيف ليش؟ لأن في فورك، في شوكة، الجندي تبعي عامل شوكة وفي عندك باكورد، دائما ممكن أجي أطلبك أضغط عليك. هذا رقم واحد، عمود مفتوح معي، ممكن أطور الملك، أنا أقرب الملك على جنودك، يعني ممكن أخذ تفوق. لكن هذا الجيم أنا حبيت أراويكم عليه لحتى تشوفوا كيف طريقة تطوير القطع، شوف طريقة المناورات اللي تستوي على رقعة الشطرنج، كيف ناور إسباروف وكيف كسب هذا الجيم بطريقة جميلة. هذا كان كل شيء لليوم، بدي أتشكركم، مشكورين جميعا، يعطيكم العافية جميعا. ما تنسوا طبعا يوم الخميس راح يكون معانا بطل العرب اللاعب محمد حدوش من الجزائر، بطل العرب للرجال. أتمنى أن تكونوا متواجدين كلياتكم بهذا اليوم، وأتمنى أيضا أتمنى منكم جميعا أن تكونوا موجودين بشكل دائم بكل الحصص التدريبية. يعطيكم العافية وإلى اللقاء يوم غدا إن شاء الله. شكرا لجميع اللاعبين، مع السلامة.